بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرر حقيقة مشاهدة لا ينفك عنها حي، يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هذه حقيقة مشاهدة. نعم، جعل الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب، نعم جعل الله سبحانه وتعالى لكل نفس نهاية، ولكن هذا بإذن الله لا بيد البشر، حتى إن البشر إذا أراد أن ينهي حياته لم يستطع. فنرى المحاولات الفاشلة للانتحار تؤكد ذلك، فيشرب السم ولا يموت، ويلقي بنفسه من شاهق ولا يموت، يأتي عارض وينقذه، ويجرح نفسه ولا يموت، وبعض محاولات الانتحار تتم ويكون ذلك بإذن الله. يعني من الذي أنهى أجله؟ الله. تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن هذا مات عاصيا وكأنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة ورفض منة الله عليه بالحياة. ولذلك الناس يقولون في أمثالهم بعد تجربة السنين لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده، ما أنا لما قتلته فمات عرفت أن هذا كان أجله، فلو كنت لم أقتله كان مات. بس اللي حصل إيه؟ إني ارتكبت الوزر، إني عملت المعصية، بالإضافة إلى إن أجله جه، كان هيموت هيموت. يبقى لا نحزن الحزن الذي ينسب الأشياء لغير مسببها ونقول إن ده هو القاتل الحقيقي فلا بد أن ننتقم منه ولا بد أن ندمره هو وعائلته، كما هو شأن الثأر في بلاد نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم وأن يتوب عنهم وأن يردهم ردا جميلا. بل إن القصاص في الإسلام مبني ابتداء على العفو، فقد يعفو أهل القتيل فلا يكون هناك لا إعدام ولا خلاف. يعني دلوقتي بيناقشوا الإعدام، بيقول لك نعدم ولا ما نعدمش. الإسلام جاب حاجة تالتة محدش راضي يناقشها، نعدم إلا بإذن أهل القتيل فنعفو. إحنا دلوقتي قدام ناس وضوابيض وبس، ناس تقول لك اعدم وناس تقول لك ما تعدمش. الإسلام جه قال لا، عقوبة الإعدام في حد ذاتها ورد، لكن في تفاوض احتراما للنفس وإعلاء لقيمتها. نروح ويمكن يعفو أهل القتيل، نتفاهم معاهم يمكن يقبلوا الدية ولو كانت مغلظة. إذن رسم لنا طريقا ثالثا وهو العفو المجاني أو في مقابل الدين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لها ظاهر ولها إشارة. الظاهر بتاعها إيه؟ أن الأمر بيد الله وأن الخلق بيد الله. طب أمال الإشارة بتاعتها إيه؟ قال لك الإشارة بتاعتها أنك ما تخافش من حد على حياتك. الله، تخيل أن أنت مش خايف من الموت فتعمل الحاجة اللي فيها مخاطرة وأنت متوكل على الله.
ولذلك رجل الإطفاء دي حاجة ليها قيمة أخلاقية قوي في البلاد. يقول لك راجل ده راجل إطفاء، يعني حاجة زي البطل. وراجل الإطفاء ده بيعمل إيه؟ يعني جريء ما يهموش، بيدخل في النار عشان ينقذ الطفل وعشان ينقذ المريض وعشان ينقذ الضعيف وعشان ينقذ الناس وعلشان يطفي الحريقة ما تمتدش، ممكن يموت. أيوه ما هو ممكن يموت، لكن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما هتموت هتموت في الوقت بتاع اللي ربنا عمل، بس ده مات بطل الناس بتذكره بالخير، وده مات فطيس عادي كده. يبقى إذن الإشارة بتاعتها إنك ما تخافش. وما تخافش يعني إيه؟ يعني خليك بطل، تبقى بطل. دي تربية إيه دي؟ عايزنا كلنا نبقى أبطال. اللي يجاوب، اللي يستجيب، اللي يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اللي يفهم. ودي عايزة فهم، لا مش فهم وبس، دي عايزة تصديق بس، لا مش تصديق وبس، دي عايزة معيشة. والمعيشة دي تجيبها ازاي؟ بالتربية، بان يبقى في كل حاجة معناها انك بتربي ابنك وبتربي نفسك على الا تخاف من الموت. النهاردة الموت اذا ذكر جعله الانسان في هامش حياته وبعده. وفي الافلام والمسلسلات يقول لك ليه السيره دي بس؟ ايه السيره دي؟ سيره ايه؟ الموت كما انه مصيبه وكما انه يفرق بين الاحبه، الا انه ينهي الالام، الا انه يفتح المجال قدام الاجيال القادمه. تخيل ان مفيش موت وجد جد جد جدي لسه عايش، وبعدين اخدمه ازاي؟ ما هو لازم اخدمه، ده جد 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 جدي. طب اخدمه ازاي؟ طب ما انا هقعد بقى. طب وابنه اللي هو جد 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 جدي بس، ها اعمل فيه ايه؟ تخيل انه مفيش موت، كان الناس تعبت. فيبقى الموت راحه، والموت رحمه، والموت نعمة، بالإضافة أنه مصيبة بيفرق بين الأحبة، بالإضافة أنه مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت. أيوة مصيبة الموت، وبيغير العلاقات الاجتماعية. فست كانت متجوزة ما بقتش متجوزة، مات الراجل. الله، واحد ليه أب أم بقى يتيم لأنه لسه صغير ما ترباه، مصيبة. لكنها مع هذا إلا أنها تشتمل على برضو نعمة ورحمة من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن نص هذه الآية يدل على أن الأمر بيد الله، والإشارة بتاعتها تدل على إنك ما تخافش يا واد أنت وهو، معناها كده ما تخافش، ما تخافش من الموت، ده الموت من عند الله وبأجل الله وبكتاب الله. ولما ما تخافش تعمل إيه؟ وتبقى جريء لنفع الناس، ولأنك تدخل في الأهوال من غير خوف. وتعمل ايه تاني؟ انك تبقى بتراعي ربنا، ما تسرقش، ما ترتشيش، ما تفسدش في الأرض. ليه؟ لأن الموت ممكن يجي لك في أي لحظة، لأنه كتاب مؤجل. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب أعملها ازاي دي بقى؟ يبقى إذن لازم أكون على طاعة دائما، لحسن الموت يجيني دلوقتي، ما هو مش بإيدي، لا أعرف أعمله. ولذلك ما تنتحرش، بدل ما تاخد اسم وبرضه هتعيش، ولا أعرف أتركه وصده ورده وأقوله لا مش النهاردة، فوت علينا بكرة علشان أنا مش فاضي النهاردة لما يجيني ملك الموت، لا كده ولا كده. يبقى الإشارة بتاعتها بتقول لي توكل على الله وخليك على الطاعة وخليك جريء، كل ده الإشارة
لكن العبارة الأمر لله. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.